بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي دلوقتي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الثاني لمقرر نظم التشغيل طيب نبتدي نشوف نكمل إيه هي مكونات نظام التشغيل إحنا كنا اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت إن من أهم مكونات نظام التشغيل هي إيه إدارة العمليات مظبوط صح كده إدارة العمليات المرة دي إن شاء الله نبتدي مع بعض إدارة الذاكرة ميموري مانجمنت طيب نشوف مع بعض كده اول حاجه نتكلمها فين في اداره ايه الذاكره نقول مين ميموري مانجمنت اداره الذاكره الرئيسيه من اهم مكونات نظام التشغيل يا جماعه طب هفكرك بحاجه بسيطه جدا قلناها المره اللي فاتت قلنا ايه قلنا البروسس دي مش اي حاجه نقول كده عليها بروسس مش اي برنامج احنا قلنا البروسس بنقول عليها امتى برنامج تحت التنفيذ صح كده إن الـ programs don't become processes انتل they are loaded into main memory. إذا تحت التنفيذ معناها أن البروسيس البرنامج ده أصبح في الذاكرة الرئيسية. وإيه كمان يا جماعة؟ and begin to execute وبدأ يتنفذ فعليا. تمام؟ إذا الموضوع بقى, بقى دلوقتي فيه شيء من الإيه؟ من الصعوبة شوية. ليه؟ لأن أنت دلوقتي هتدير بروسيس هتدير عملية وكمان هتشوف اتحملت إزاي فين؟ ها؟ في الذاكرة الرئيسية. جميل. طيب. بيقول ايه بقى؟ بيفكرك بس بالمين ميموري، بيقول لك خلي بالك افتكر ان المين ميموري ان الذاكره الرئيسيه دوت يا جماعه لارج اري اوف ووردز، يعني مكونه من ايه؟ كلمات كتيره قوي، مش كده؟ اه اوف ايه؟ اور بايتس او مجموعه كبيره منين؟ من البايتس. Each ويز اتس own ادرس، وكل واحده فيها بايه؟ لها العنوان الخاص بتاعها. طب ما انت عارف يا شباب الكلام ده، عارف ان الميموري بيبقى كده؟ زي ما انت شايف؟ وقلنا ان كل ايه؟ الميموري دي عباره عن بايتس، وبلوكس وبلوكات وكل بلوك هنا يا جماعه عليه الادرس الخاص بيها هو الادرس ونقول دي الايه الميموري بس بيفكرك بالكلام اللي انت ايه عارفه ده طيب اذا نبدا مع بعض كده ونقول ايه يبقى ممكن نشبه المين ميموري بانها ريبوزيتوري ريبوزيتوري دي يا جماعه يعني مخزن مش كده اه مخزن بحيث ان كويكلي اكسيسبل يعني ممكن نوصل لها بسرعه وكمان نقدر نشارك فيها مين السي بي يو والايه ها والانبوت اوتبوت يعني ممكن السي بي يو يستخدم الذاكره دوت هو كمان ومين اه يستخدم مين الداتا اللي موجوده في الذاكره وكمان يستخدم مين كمان مين اللي يستخدمها الانبوت والاوتبوت معايا ومحتويات الذاكره دي يا شباب فولاتايل يعني ايه متطيره يعني إيه؟, يعني ايه يعني ايه يعني لو اغلقت الجهاز كل محتويات الذاكره دي بتطير منك او بلاش تغلق الجهاز فجاه الكهرباء تقطع منك برضه معناه ان محتوياتها تطير منين؟ من الممر اللي قدامك دي. معايا يا شباب؟ جميل، تعال بقى نشوف ايه؟ نشوف ازاي النظام التشغيل بيدير هذه الذاكره. تعال نشوف مع بعض الذاكره اللي قدامنا ديت يا جماعه، شايف هنا؟ آه ايوه. بنقول ان ديت ان دي المين ميموري بتاعتنا، وان بفرض انك انت عندك جوب واحد وجوب اثنين وجوب ثلاثه، في واحد قاعد هو عمال ايه؟ ينتظر وايه؟ ويراقبهم اللي هو مين؟ ها؟ اللي هو الاوبريتنج سيستم اذا بيحتل جزء من الذاكره. وهو بقى يا جماعه اللي بيدير الذاكره ديت. هو اللي يقول جوب واحد تقعد فين وما تقعدش. هو اللي يقول جوب واحد لو دخلت اولا مين اللي يدخل بعدها؟ وهو يقول كمان جوب اتنين ديت لو خرجت مين اللي يدخل مكانها؟ آه عمليه ايه؟ متابعه ومراقبه مستمره للذاكره والجوبز اللي بتدخل والجوبز اللي ايه؟ اللي بتخرج. وظيفه من وظيفاته يا جماعه ده اصبحت كمان مش وظيفه بس مكون من مكوناته. معايا يا جماعه؟ تعال نشوف مع بعض بيقول ايه؟ بيقول كيب تراك ها يعني عمال يراقب يراقب ويتابع which parts of memory are currently used. يعني ايه دلوقتي الجزء اللي في الذاكره اللي مستخدم؟ شايفين؟ اه وايه البارتس اللي مش مستخدمه؟ ويحدد ويقرر ايه الجوبز اللي تدخل في البارتيشنز الفاضيه وايه الجوبز اللي تخرج منها؟ يعني هو اللي متحكم في كل حاجه فيها. مش كده؟ حتى شوف مكتوب إيه كمان؟ ها ألوكيت يخصص أند دي ألوكيت ميموري سبيس يخصص ويزيل التخصيص للإيه؟ للإيه؟ ها؟ أيوه الأماكن الفاضية عند الحاجة إليها از نيدد. فهمنا يا جماعة؟ فهمنا إزاي بيدير الذاكرة؟ آه هو اللي بيحدد الأماكن الفاضية ويحدد الأماكن اللي تدخل فيها الجوبز وتخرج إمتى وتنتهي وقتها إمتى؟ وإن شاء الله الكلام ده جاي كله بالتفصيل في الشباتر اللي بعد كده إن شاء الله والفصول اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته